دمتم بود شعبنا الأردني العظيم. أقسم بالله، أقسم بالله أني فخور أني أردني. الحضارة، الحضارة ما بتحددها حكومات ولا بترسمها دول. الحضارة هي ما يقدم الشعب من رقي أخلاقي ومن تواصل ومن انتماء ومن احترام للقيم والمبادئ. بنفس التوقيت اللي بيضرب فيه الأردنيين رفضاً لنهج عبر سنوات مؤلم جداً كان لهم، نفس هذا التوقيت الفرنسيين في باريس يعتصمون ويضربون. لكن أين هي الحضارة؟ أين هو الإعلام الذي لا ينصف هذا الشعب الراقي والشعب الأردني الذي يقدم صورة حضارية بالتعامل مع رفضه لألم ووجع وقرارات أكبر بمليون مرة من القرارات التي اتخذت في باريس، بينما الفرنسيين يعتدون على الممتلكات العامة والشرطة ويدمرون ما دفعوه من ضرائبهم. الأردنيين مختلفين تماما. الأهم، النقطة المحورية اللي لازم نركز عليها كلنا، إنه هذا الإضراب يجب أن يكون من كل الأردنيين في كل المحافظات والقرى والبوادي والأرياف والمخيمات، لأنها تمسهم. الموضوع غير مرتبط في عمان، والأردن ليست عمان، وعمان ليست الأردن. عمان هي العاصمة، لكن الوجع موزع على كل الأماكن في الأردن، على كل الألوية والمحافظات. على كل الأردنيين أن يشاركوا في هذا الإضراب وأن يقدموا مفهوم للحضارة بطريقتنا. نحن بحضارتنا وبأسلوبنا وبرقي أخلاقنا نقدم صورة حضارية للعالم، لكن حكوماتنا لا تدرك أهمية هذا الأمر. نحن نطالب بتغيير لهذا النهج. اتعبنا من البحث في التفاصيل. كثير من الأردنيين قدموا رسائلهم عبر رسائل مصورة بيحكوا عن الوجع بتفاصيل، وأنا والحمد لله لست عاجز على أن أفند مليون نقطة تحدث بها رئيس الحكومة عبر فيديو قصير. لكن رئيس الحكومة غاب عن ذهنه أو غيب عن ذهنه أن الأردنيين يمتلكون رقي ويفهمون معنى الحضارة، لكن عليكم أن تدركوا أن هذا الشعب الصابر لدى صبره حدود. الشعب اللي أنا واحد منهم، وأنا ابن من هذا الشعب الأردني، عاف كل هاي الأشكال، بطل يثق بهاي الأشكال كلها. وإذا تعتقد بأنه هذا المنصب الحكومي سيعفيك من مساءلة شعبية بتكون غلطان ومليون غلطان. وإذا بتظن إنه هذا الشعب مش واعي ومدرك وفاهم أنت بتكون غلطان، برضو غلطان. الأردن ومعادلة الشعب الأردني اللي بيفهمها هو اللي بيحترم كل قرار يتخذه وبيبحث في دور هذا القرار الاجتماعي والاقتصادي. لكن هاي الحكومة، وأنا بذكركم الآن، ستطرد من الدوار الرابع، وسيخرج علينا الرزاز بعد أيام بنظريات اقتصادية يقول لم أستطع تنفيذها. أنت لم تستطع تنفيذ وعود قدمتها لمن كانوا على الرابع قبل أشهر، أشهر ليست سنوات. هذا قدر الأردنيين. الحكومات تأتي لتعاقبنا. من حكومة عبد الله نسور وانت جاي لهاني الملقي لعمر الرزاز، وكأنهم جاءوا لتنفيذ هدف وخطة باسم القانون. والقانون ليس شرطا أن يكون عادل إن لم يحظى برغبة وإرادة الناس المطبق عليهم. كثير من القوانين اللي تم سنها وتشريعها بالفترة الماضية كانت لا تتفق أبدا مع إرادة الأردنيين ولا رغباتهم. أنتم تحكموا شعب وليست مزرعة، ومن يحكم شعب يحكم سلوك هذا الشعب ورغباته وأماله وأحلامه وطموحاته. حتى الفكرة دعوة عامة لكل الأردنيين اللي بتعاجز أن يشارك في هذا الإضراب، أنت شريك مع حكومة تدمر مستقبلك ومستقبل أبنائك.
إن قبلت بهذه الشراكة وهي ليست تهمة بل إدانة، لأن التهمة تحتاج إلى أدلة والإدانة معها الأدلة وأنت مدان أنك لم تشارك في هذا الإضراب، أي لديك الرغبة في أن يكون هذا القرار ساري عليك وعلي. إن لم ترغب بأن يسير فعليك أن تشارك الأردنيين على الدوار الرابع. الأهم هو أننا نحن الشعب الأردني نمتلك رسالة حضارية أرقى من كل الدول المصنفة عالميا أنها دول متقدمة لأنها صناعية ولأنها تمتلك أسلحة ذرية أو نووية. لا يا سيدي، الحضارة لا يمكن أن تكتب بقرار حكومي، الحضارة هي شعب يتواصل برقي، يحب، يعبر، يرفض، يصرخ برقي أيضا. دمتم بود شعبنا الأردني العظيم، أقسم بالله، أقسم بالله أني فخور أني أردني. دمتم بود.